السلام عليكم حبيبتي المشاهدين الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج ضيوف الامام الحسين عليه السلام. نحييكم بهذه الحلقه ونحن في رحاب ابي الفضل العباس عليه السلام ساقي عطاش كربلاء. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عياده المريض. اهلا بكم مره اخرى حبيبتي المشاهدين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ولقائنا مع زائري الامام حسين وضيوف اخيه ابي الفضل العباس عليه السلام. اذا نلتقي بالزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يبارك فيك. نتعرف حضرتك. جواد خيل من محافظة النجف الأشرف. حياكم الله. زين، أقول إن شاء الله من النجف إلى كربلاء، كيف وجدتم كربلاء؟ كربلاء هي جنة الأرض، جنة الله في الأرض، كربلاء المقدسة، كربلاء الحسين وأخيه بفضل العباس سلام الله عليهم أجمعين. هذه الأنوار الإلهية التي طالما قدمنا إلى زيارة أضرحتهم المطهرة والمشرفة، كربلاء عنوان الكرام والشهادة والشرف، كربلاء البطولات والتضحيات، كربلاء المقدسة بكل ما تحمل من كلمات وكل تعابير. الله يوفقكم إن شاء الله. ومن أخلاقنا ومن آدابنا عندما نكون ضيوف عند شخص نكون نتحلى بآداب الضيف، كيف إذا كنا ضيوف عند الإمام الحسين وعند أخي أبي الفضل العباس عليه السلام؟ طبعا ما تحمله الكلمات قليل بوصف الحضور في مراقد أهل البيت، وخصوصا في مرقد مولانا أبي عبد الله الحسين ومرقد مولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليهم. هذه المراقد الطاهرة وما تحمله من معاني وصور وقيم وأخلاق سامية تركها لنا مولانا أبي عبد الله الحسين ودمائه الطاهرة ودماء أخيه بفضل العباس لا نستطيع أن نوصفها بكلمات، ولا نستطيع أن نسطر بعض الجمل والكلمات بحق هذه الأرواح الطاهرة. لابد أن نتحلى بقيم وأخلاق ومبادئ سامية عند تواجدنا ما بين الأضرحة المطهرة وما بين هذه الأنوار المنيرة. يعني هذا شرف عظيم أن نكون في رحاب الإمام حسين وأن نتشرف بهذه الزيارة الطاهرة العبقة. إذن لابد أن نستذكر بعض الأشخاص، من نذكر بزيارتنا؟ دائما نقول مثلا نوصيكم الدعاء والزيارة، أو لربما نذكر الشهداء. إذن من يخطر على بالنا ونحن في هذه الرحاب المقدسة؟ طبعا عندما نستحضر بداية في كل الأمور أن نستحضر شهدائنا الأبرار من جميع المسميات، سواء من كان القوات الأمنية أو الحشد الشعبي. ولا بد أن نستذكر قادة النصر الذين تركوا لنا إرثا عميقا، لا بد لنا مذهب أهل البيت أن نستذكرهم في كل زياراتنا، وكذلك شهداءنا الأبرار على مر العصور وعلى مر الدهور. موضوع حلقتنا اليوم هو عيادة المريض، أهمية هذه أو هذه الخصلة وهذا الخلق اللي أراد الله سبحانه وتعالى وأوصى به الرسول الأكرم أوصى به أهل البيت، هو أنه نتزاور لعيادة المريض، خصوصا في وقتنا الحالي هناك أمراض عديدة، هناك ربما مخاطر عديدة يتعرض لها شخص، فأهمية زيارة وعيادة المريض. ترك لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إرثا حضاريا ساميا يتمثل في التواصل الاجتماعي ما بين الأقرباء وما بين المسلمين عامة، وليس فقط الأقرباء، وخصوصا عيادة المريض تحمل بها كل المعاني السامية وكل القيم والنبل والأخلاق العظيمة، حيث من خلال زيارتك للمريض وعادة المريض تبعث من خلال الزيارة تبعث بداخله وبروحه الطمأنينة والأمنيات له بالشفاء العاجل. وهذه الأمور حقيقة تتوارث على مدار الأجيال وعلى مدار العصور من ولادتنا ولحد هذا اليوم، نشئنا على هذه التقاليد وعلى هذه العادات السامية، والتي حقيقة ما نراها اليوم، يعني ما نراها اليوم في الشارع العراقي وفي مجتمعاتنا وخصوصا في محافظاتنا المقدسة. ذكرت أنه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت تركوا لنا هذا الإرث، الإرث من الأخلاق وإرث من الثقافة، إرث من العادات والتقاليد الاجتماعية اللي هي أساس للإسلام. كيف لنا أن نحافظ على هذا الإرث المحمدي، هذا الإرث الحسيني، هذا الإرث اللي نم عن أخلاقنا بتعاملنا فيما بيناتنا؟ طبعا هذا الموضوع حقيقة يحتاج لبحث كامل حقيقة،
وممكن أنه نجملها في ونلخصها في بعض الكلمات. لابد لنا أن نكون حقيقة أن نوصي أولادنا وعوائلنا في التواصل والالتزام بكل ما ترك لنا من تعالي الدين الإسلامي عبر رسالة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من توصيات والتزامات علينا. لابد لنا أنه نطبقها على الأرض الواقع من خلال التزاور، من خلال التواصل، من خلال التراحم، من خلال بعث، من خلال نشر تعاليم الإسلامية ما بين صفوف المجتمع. الله. شكرا جزيلا زيارة مقولة إن شاء الله. نسأل الله الموفقية لنا ولكم. شكرا جزيلا. إذن أحبتنا الكرام، لنحافظ على هذا الأرث المحمدي، على أرث الإسلام الصحيح، وننقله إلى أجيالنا. على حبي بالفضل عباس عليه السلام نتواصل وياكم أحبتي المشاهدين، وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ضيوف الإمام الحسين نلتقي بأزار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم. نتعرف حضرتك. سيد محمود عمنيها الكربلاء. حياكم الله. زي ما أقول سيدنا نشرف بكم. أهل كربلاء يحملون أمانة أنه بجوار أبي عبد الله الحسين، بجوار أبي الفضل عباس، وهذه تحمل الشخص من يكون بجوار هذه المراقد المقدسة، تحمل مسؤولية، تحمل من الأخلاق ماذا يتحمل من جاور هذه الأضرحة الطاهرة؟ هي حقيقة يعني أهل كربلاء يعني مسؤوليتهم حقيقة عظمى، يعني من يعني يفعل حسنة كأنما يعني أشعت أضعافها، ومن يسأل بالعكس يعني من يفعل سيئة يكون أشد أضعاف، لأن أرض كربلاء أرض مقدسة. نعم. أحسنتم. أيضا تشرفنا بخدمة الإمام الحسين وزواره، ماذا تعني لنا هذه الخدمة؟ والله الخدمة، خدمة الحسين يعني حقيقة هي شرف، يعني حسب الشاعر يقول أو هاي المقالة كل الخدم تنهال بس خدام الحسين هي يعني شرف حقيقة، وهي واجب حقيقة. تعلمناها من أهلنا، من أجدادنا، من أبائنا، ولازم نحافظ عليها لأولادنا مع متغيرات الوضع، مع متغيرات الثقافات الدخيلة، مع كل الأمور اللي تحاول أن تقلل من شأن الشعائر الحسينية، كيف نحافظ على الخدمة الحقيقية والشعائر الحسينية الحقيقية؟ هي بالنسبة على يعني الشعائر هي خالدة حقيقة، والخدمة يعني الإنسان من يخدم هو إله يعني، والخدمة عموما يعني من رسالة للعالم، يعني اللي إن كان من أبناء العامة أو إن كان من الشيعي، إيه فالخدمة يعني خدمة حقيقة هي رسالة للعالم أيام عاشوراء أو غير عاشوراء، إيه بالمناسبات. إيه الله يبارك فيكم. اليوم موضوع حلقتنا نتكلم عن عيادة المريض، أنه اليوم إذا أحد تمرض لا سمح الله واجبنا أن نزوره، نوصل أهمية زيارة المريض أو عيادة المريض. سامع حديث قدسي يقول من زار مريضا في بيته قد زار في عرشي، والروايات تأكد على زيارة المريض حقيقة، وإلها تأثير خاص للمريض بحيث حالته النفسية، يعني هسه الأطباء يقول لك للزورة يعني ما يصير من حالة كثرة الكلام أو عيادته، بس هي زيارة المريض يعني يعني تحاول يعني تصير نفسيته مرتاحة يعني من هالباب، حتى أهل المريض يرتاحون. المريض إيه يعني عيادة المريض حقيقة يعني واجبة، يعني واجبة. يعني شفنا بعض خصوصا من مرينا بوباء كورونا وصارت الإصابات العالية، نشوف يعني بعضهم كانوا يتعامل مع مصاب كورونا كأنه منعزل نهائيا وعازل نهائيا، حتى أثر على نفسيته سلبا. هي تأثرت كل شوي مع إصابة كورونا حقيقة، زين بس أكو بعض الأشخاص لا، هم يعني اللي أمه أو أخوه أو عزيز عليه فظل وياه يعني حتى لو كانت كورونا، يعني أي 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 متد الوقاية والتزم بهاي التوصيات يعني حقيقة. زين أقول إن شاء الله شكرا. الله يتقبل أعمالكم. ممنون غادي، جزاكم الله خير. إذن أحبتي الكرام نتواصل وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ضيوف الإمام الحسين. أهلا بكم مرة أخرى، ونتواصل بلقاءاتنا مع زوار وضيوف الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس عليه السلام، نلتقي بأزار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاج حيدر الطيار، نشرف بك. وزين أقول إن شاء الله، منين حضرتكم؟ الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. أنا سكني بغداد ومقيم في كربلاء حاليا. موفقين إن شاء الله. الإقامة في كربلاء هناك بها ميزات، ما هي ميزة أو لماذا نختار كربلاء للإقامة أو السكن؟ هاي بها قصة حقيقة. أول ما انتقل عملي صار بكربلاء، التقى بي أحد الأصدقاء اللي كنت صديقي بالكلية، يعني قال لي خلاص ما دام جيت كربلاء بعد ما راح تطلع من كربلاء. وحقيقة هذه فعلا يعني مجاورة الحسين عليه السلام وأخيه بفضل العباس، يعني ما أقدر أوصف لك إياها حقيقة، ما تقدر بعد، قلبك متعلق يصير بالمكان أبدا يعني.
إذن أكو تعلق روحي، أكو تعلق وجداني، لكن هذا يحملنا مسؤولية. اليوم إحنا إذا جوارينا فد شخص وجيه بالمنطقة نتحلى بآداب احتراما لهذا الشخص. كيف إذا كنا مجاورين لأبي الفضل العباس وأخيه الإمام، عفوا مجاورين لأبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام. سلام الله على الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس. يعني نطقت حق صراحة وحقيقة، حقيقة جلية. يعني الوجود بهذا المكان، وجود بهذه البقعة المباركة أصلا يحتم عليك، يعني غصبا عنك ممكن تبدي تتغير طباعك، تتغير أخلاقك، تتغير نمط حياتك، تكون أكيد السماحة تتغير، مسامحة الناس تبدي غير شكل. يعني كربلاء حقيقة قصة، كربلاء قصة ما نقدر نوصفها بكلمات، يعني أكيد مؤثرة على الإنسان وعلى شخصية الإنسان وعلى نفسيته بدون أي نقاش حقيقة. مدينة كربلاء اكتسبت القدسية والقداسة من الدماء الطاهرة اللي سالت في واقعة الطف، واليوم القداسة ارتبطت اسم كربلاء بالقدسية. كيف لنا أن نحافظ على هذه القدسية؟ بعضهم يهاجم هذه القدسية، شو احنا نحافظ؟ بأي طريقة نحافظ على هذه القدسية؟ هي هاي القدسية شلون نحافظ أو بعض يهاجم؟ هذا اللي يهاجم، احنا الشجرة المثمرة دائما هي المهاجمة، هي اللي تضرب بالحجارة للحصول على ثمرتها. فاللي ما فاهم شنو الحسين، شنو أبو الفضل، شنو مشروعة الحسين، شنو التضحية اللي قدمها الحسين بعد هذا قرابة 14 قرن، يعني هذا مشكلة حقيقة لا يمكن أن تفهم، في تقديري أنه لا يمكن أن تقنع أو تفهمه أو راح يقدر هذا الموضوع. بس دماء سيد شباب أهل الجنة وآل بيته وصحابته الكرام وأخيه أبو فضل العباس حقيقة، يعني أنا أحسها قصة، بصمة 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 حقيقية ثبتت مع رب العالمين حقيقة، تثبيت لدين رسول الله حقيقة تثبيت. لأن أنت لو تلاحظ مولانا، هذه الـ 14 قرن هذه الذكرى لم تنسى ولم تمحى، وشخصيات ظالمة وجبروت وحكومات قوية، أحكي عهد إنجليز وأحكي عثمان ونحكي العهد البائد، قاتلوا هذا الموضوع بشتى الطرق، لأن هي ثورة الحسين حقيقة مخيفة للظلمة. سنين لا غزوا، أنا حسب معلوماتي واللي أعرفه أنه غزوا الكربلاء وغزوا أمير المؤمنين أيضا. يعني قلت لك اللي ما فاهم هذا الموضوع لا يمكن أن يفهمه. أكو قلوب يعني رب العالمين أراد لها المعرفة والطاعة وحب آل البيت. يعني الغزو اللي ذكرناه كان سابقا بالسلاح بالهجوم بكذا، اليوم الغزو اختلف، اليوم الغزو صار غزو فكري، وهذا أخطر أعتقد من غزو السلاح. كيف احنا نحافظ على شبابنا وعلى جيلنا وعلى أولادنا من هذا الغزو الفكري؟ يعني أنا بتقديراتي ماكو أي غزو بالعالم ممكن أن يضغي على قضية الحسين وثورة الحسين وقصة الحسين ونثبتها بالعشر سنوات العشرين سنة الماضية. صدام حسين يعني ضيق على زوار وقضية الحسين وزيارة الإمام الحسين. لو تنتبه هاي العشرين سنة الأخيرة قضية الإمام الحسين ما أصبحت للشيعة، أصبح موضوع عالمي أبدا. أمريكا سولف ليها، لندن سولف فيها، البوذيين يسولفون بيها، وأعتقد بهاي العشر سنوات الأخيرة أصلا موضوع التشيع صار يبدون بدو الوهابية وغير الوهابية يحسون بخطر أو يحسون بتغلغل أو دخول إلى أولادهم وأطفالهم وبيوتاتهم. فهذا أنا قراءاتي موضوع الحسين بالعكس، يوم بعد يوم شمس ساطعة وتعلى أكثر وأكثر لا يمكن طمسها أبدا. الله يبارك فيكم ووفقكم إن شاء الله. الإمام الحسين هو امتداد لجده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والرسول الأكرم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هناك أحسنتم. هناك أخلاقيات والدين معاملة، أخلاقيات أرادها من عندنا ديننا الإسلامي، رأت الرسول الأكرم بالقرآن الكريم أهل البيت، من ضمنها هي عيادة المريض وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. في حياتنا اليومية نتكلم عن أهمية عيادة وزيارة المريض. يعني ما حافظ حديث معين أقول لك إياه، بس هو زيارة المريض ومعايدة المريض يعني رسول الله حث عليها كلاما وسنة. يعني كان أحد جيرانه من اليهود تمرض، رسول الله قام بزيارته وعادوا هذا الموضوع لأمة الأطهار عليهم السلام،
واكو فد معادله لازم نفتهمها، المريض يكون باضعف حالاته النفسيه وشخصيته وضعيته كلها تتغير تصير ضعيفه، فزيارته من المقربين من الاهل من الاصدقاء جدا يعني مفيده لرفع معنوياته ونفسيته ووضعيته ويحس باهتمام الاخرين. فهذا من اكد عليه رسول الله يعني 100% إلى في التأثير، في التأثير على الحالة الاجتماعية، على التواصل الاجتماعي بين الناس، على زيادة القربة بيناتهم، زيادة المحبة بيناتهم. فأعتقد أكو أحاديث أو مقولات أنه زيارة المريض بها بركات من رب العالمين من دخوله إلى أن خروجه من ذلك المريض. شلون ربي أولادنا على أنه يعني يواصلون أو يواظبون على هذه القضية الحسنة؟ يعني أولادك يتربون على هاي الطريقة، وأولادنا بصورة عامة على هاي المواضيع حقيقة من ممارستنا إلها، من ممارستنا إلها، من عملنا إلها. من أنا رايح لفنال مريض، أنا رايح أدي واجب الفاتحة، أنا رايح أدي واجب العروس أو زيارة مريض إلى المستشفى أو تقدم هدية إلى هذا، يشوفك الطفل، الطفلة، طفلتك يشوف ويباوع ويتابع وتسجل عنده بالميموري، فيكبر عليها ويربى عليها ويكون هو طريقنا في طريقنا. زين مقبولة إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم، وأتمنى إن شاء الله أنه نراكم أبدا في من المواظبين على زيارة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا. أشكرك لهذه الدعوة وأدعو لك بالموفقية والسلام، وأنتم يعني ما أقدر شنو أقول عليكم، خدام الإمام الحسين فالدرجة عالية جدا يعني، الله يجعلكم ويجعلنا من خدام الحسين وفضل العباس. وأشكرك على هاي الاستضافة وعلى هذا اللقاء اللطيف بهاي الحضرة المباركة، نشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله. تحياتي إليك، شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله، في أمان الله. أذن أحبتي المشاهدين الكرام، دعاءنا لكم أيضا بأن توفقون ونوفق أبدا لزيارة الإمام الحسين وخدمته وخدمة لقاءاتنا مستمرة معكم أحبتي المشاهدين الكرام ومع ضيوف الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي بزار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم، الله يتقبل منا ومنكم. الله. الزيارة وأجواء الزيارة، كيف وجدتم كربلاء وما هو الإحساس والشعور عندما يتشرف الزائر بوجوده بضريحة للإمام الحسين وأخيه أبو الفضل عباس عليه السلام؟ والله الحمد لله أنه أجواء الزيارة يعني لا توصف، وأكو فد بالتعبير بها أنه أمن من لجأ إليكم، يعني أنه كل واحد اللي يصير عنده هم، اللي يصير عنده غم، اللي يصير عنده مريض، اللي يصير عنده حاجة، لما يوصل للإمام العباس والإمام الحسين وخاصة إلى كربلاء بشكل عام، يحس أنه قلبه ينفتح، حمومة تزيل، يحس أنه وصلت الإجابة، يحس أنه أخذ مراده. فالحمد لله أنه من توصل وتقول له ما خاب من تمسك بكم، أنه يكون على ثقة أنه ما خاب من تمسك بكم. سبحان الله أنه هذا باب الله الذي يؤتى، وباب الله الذي أنه تطلب حاجتك توصل، والحمد لله رب العالمين. موفق إن شاء الله ويقطع حوائجكم. أبو الفضل العباس عليه السلام، أبو الفضل العباس عليه السلام بهذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية الكبيرة، نشوفه مرة هو صلب قائد، ونشوفه مرة هو كفيل للنساء بهذه الرقة وهذه الطيبة. ماذا نتعلم من شخصية أبو الفضل العباس ونحن نؤدي مراسيم زيارته، نقرأ الزيارة وندعو الله سبحانه وتعالى بالتوسل بأبي الفضل العباس؟ ماذا نتعلم من شخصية أبي الفضل العباس ونحن في رحابه الطاهرة؟ طبعا اكو هواي ناس ماخذ عن الامام العباس سلام الله عليه انه بس شجاع وبالمعركة، بالعكس الامام العباس يحمل صفات كامل الصفات، كان عالم ويدرس علم وفي المعركة في الشجاع وفي حماية العائلة وفي الستر والخدر والرأفة بالعائلة بجميع أطفالها نسائها. فإنه العباس سلام الله عليه هو مدرسة للتعلم، فاللي يريد يتعلم أنه يجي للإمام العباس يقرأ سيرة الإمام العباس بصورة صحيحة، بصورة محققة، بصورة يعني واسعة، أنه راح يتعلم من هذه المدرسة الواسعة، وإن شاء الله إحنا كل إحنا نتعلم من هذه. الإمام الحسين عليه السلام قدم كل ما يمكن، كل ما يستطيع من تقديمه من أجل رفعة الإسلام، نفسه وماله وعياله وكل ما يملك. إذن ماذا نقدم نحن للإمام الحسين عليه السلام ونحن نتشرف بزيارته؟ والله أحل اللي قلت لك أنه مثل مرات من واحد يقول أنه يعاهد الإمام أنه أنا راح أصير بهذا أغير حياتي أو أستفيد من الإمام بالصورة الصحيحة، يعني أنه أنا ما أريد بس أخذ من الإمام، أريد كون أنا أتغير سلوكي إلى سلوك اللي يرضي الإمام، أنه بحيث حتى أصير أنا هو شيعي وأصير أنه موافي للإمام وأصير متمسك بحبل الإمام وبسيرة الإمام، أنه لازم أتعلم من كل أخلاق الإمام. موضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن عيادة المريض، هذه الخصلة الحميدة اللي حثنا عليها الرسول وأهل البيت وحتى القرآن الكريم. إذن أهمية، هسه ما نقول وجوب، لكن أهمية وضرورة عيادة المريض وزيارة المريض.
طبعا لزيارة المريض زيارة الأهمية كلش قوي. احنا شفنا انا طبعا بالحشد وعدنا الجرحى لما نزورهم ونشوف الفرحة اللي بعين الجريح لما نزوره ولما نشوف احتياجه واشياء اللي هو انه نلبيها إليه، تحس انه الفرحة كملت. يعني سبحان الله انه تحس صحيح انه قول الرسول انه ليش اكد على هذه الزيارة، لان نشوف الفرحة اللي عندهم، تشوف انه ضروري واحد يوصل للمريض يواسي بمرضه، يعني كقسم من العلاج انه زيارة المريض وعودة المريض. يعني نتكلم بما ذكرت انه من الحشد موفقين ان شاء الله، الله يحفظكم. اليوم عيادة وزيارة الجرحى، الجرحى الحشد لربما بعضهم فقد جزء من جسمه، ايده، رجله، عينه، غيرها، فقد هذا الجزء الثمين من جسمه، مقابل ان شاء الله هو لهم الجنة ان شاء الله، لكن الحالة النفسية تحسسه او تشعر انه ما زال هو جزء من هذه المؤسسة، ما زال هو يحظى باهتمام هذه المؤسسة، أهمية أنه زيارته هو ربما يختلف عن غيره من الأمراض. ربما واحد مريض اليوم أسبوع شهر ويشافه، لكن الجريح يبقى بعضهم بجرحه إلى الأبد. طبعا هذه المفروض أنه الدولة ينتبهوا له، لأن هذا الشيء اللي فقد جزء من جسمه، يعني هذا يبقى تفكيره دائما بي ويحس أنه ناقص فتشي إذا ما نوصله ونواسي أنه على هذا الشيء وعلى شيء ونشكر على هذا الشيء اللي قدمه، يكون بعد يبقى الشكر مستمر، مو أنه أول ما ينجرح أنه صح نروح له ونسوي له هالة إعلامية وبعدين ينسي، هذا خطأ. أنه الجريح لا، يعني هذا يكون منتديات إلى تأهيل بحيث تحسس أنه هو مو أقل من المجتمع، يكون هو كامل بالمجتمع وهو يكون فرد. طبعا هو قد المجتمع، هو المجتمع أنه لو إحنا ما وصلنا هذا إذا ما هو برجله وبإيده وبدماهم، طبعا أكيد هذا الشيء. الله يسلم، الله يبارك فيك، شكرا. أنا أحبتنا الكرام لنواظب على زيارة الجرحى، نواظب على زيارة المرضى ونحسسهم بقيمتهم وأهميتهم في المجتمع. نتواصل إياكم أحبتي المشاهدين بلقاءاتنا مع ضيوف الإمام الحسين عليه السلام ونلتقي بأزار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فؤاد الموسوي، مدرس كيمياء من كربلاء المقدسة. حياكم الله أستاذ، وزين أقول إن شاء الله المدرسين يحملون على عاتقهم مسؤولية وهي تربية جيل من الشباب، يعني عادة الشباب مو فقط نعطي العلم، نعطي التربية، ونحن في كربلاء كيف نربي أجيالنا التربية الحسينية، التربية على دين محمد، الإسلام الحقيقي، وهذه مسؤولية اليوم تقع على عاتق المدرس والمعلم والطبيب والخطيب والإعلامي وكل من يمتهن مهنة بتماس مع المواطنين. والله اليوم هي التربية، يعني بالأخص المدرس والمعلم عليه عاتق كبير اليوم، خاصة بتربية هاي الأجيال، وإحنا ويا معتضيات هذا الوقت وال يعني الحضارة والشغل. فاليوم احنا المدرس ان يكون ان يربي تربية صحيحة، مو شرط ان يكون بس تدريس، مو المهم بس تدريس، ان تكون تربية صحيحة صادقة ناصحة. اليوم المدرس عليه عاتق، هو اب اول مرة قبل ان يكون مدرس، فهو ان يكون يربي هاي الاجيال ويصعدها، ويا ما احنا هم تربينا على اجيال وصعدنا والحمد لله والشكر. فالمدرس ان يكون مو بس ان يكون يعطي مادة علمية، لا بس مادة علمية مو فد شيء، يعني يكون ياه تربية نصائح، خصة هذا الجيل يحتاج اليوم، جيلنا هذا الشباب الصاعد اليوم يحتاج لهواي نصيحة، خاصة أن تكون تربية حسينية، يعني الإمام الحسين وتوعية الإمام الحسين وهذا الجيل يعني نشوفه يتقبل اليوم. أحسنتم، الله يبارك بكم. لكن من أعظم المدارس اللي مرت بها تاريخ هي مدرسة الإمام الحسين في واقعة الطف، ماذا تعلمنا ونتعلم من الإمام الحسين ونحن نتشرف بزيارته ونتعلم من أبي الفضل عباس ونتشرف بزيارته؟ والله تعلمنا من مدرسة الإمام الحسين، تعلمنا الصبر وتعلمنا الكبرياء وتعلمنا نكران الذات وتعلمنا أشياء قول الحق أمام سلطان جائر، وضروري اليوم يعني ويا مقتضيات هذا الوقت نشوف الظلم ونشوف، فالإنسان أن يكون يعني كلمة الحق يقولها ولو على قطع رقبته. الإنسان الإمام الحسين وقف أمام طاغية العصر وهو يزيد بن معاوية لعنت الله عليه، وقف أمامه وقال كلمة الحق ونطق بكلمة الحق. اليوم إحنا اليوم المفروض كنا نعلم هذا الجيل أن يتعلم على كلمة الحق وأن يكون واعي وأن يكون بكل مقتضيات الحياة شنو نريد إحنا منه أن يكون سوي. الله يبارك بكم ويحفظكم إن شاء الله. واليوم موضوع حلقتنا نتكلم عن عيادة المريض، أهمية عيادة المريض، أهمية زيارة المريض في حياتنا اليومية. والله ضروري الإنسان اليوم عيادة المريض أني
خص الأقرباء، إذا صديق اليوم أن يزوره لأن يخفف من عناء المرض. اليوم أنا مريض ويجيني زائر ويزورني، يمكن المرض نصه يروح، لأن إذا عزلنا المريض وحده بالعكس هو حالته النفسية أصلا تعبانة. فضروري أن التزاور موجود، خاصة بين الأقرباء بين الأصدقاء، إذا مريض إذا نسمع فلان إحنا صديق عندنا مريض ضروري أن نتزاور إليه، ويا ما يوصل أهل البيت بالتزاور المرضى، والرسول عليه همين الرسول همين يوصينا بتزاور المرضى ضروري. لكن بالمقابل انه من روح المريض ما نبقى نطول بوقت هواية، على قد بس نقول له احنا جينا لك. يعني خاصة هسه احنا مثلا المريض هو بالانعاش، ضروري مو ضرورة انا يجوز بس ازور هيك مجرد اشوفه كلش كافي، ما معقول انا اظل اني مريض فد نص ساعة اسولف وياه ومدري شنو، يا هو بقلب هم يعني الضروري احنا صح وعيد او نفس الشيء كل واحد من الصبح لليل يجي ويقول له يقول له صار عندي وصار ضرورة انا مجرد تزاور، هي يمكن هاي الدقيقة من يشوفني هو يرتاح نفسيا، مو بالضرورة انا قاعد نص ساعة وضرورة قاعد ثلاث ارباع الساعة، لا. آداب زيارة المريض آداب زيارة المريض ان تكون بوقت محدد واختار الوقت المناسب، مو بالضرورة انا هو مسوي عملية البارحة وانا زايرة ثاني يوم، لا اعطيه مجال فد اسبوع وهو مطلوب علي ان ازوره بس. خدمتكم انا سهل 100 انا سهل انا مرحبا. لنا احبتي الكرام لنلتزم بهذه الضوابط وهذه القواعد، اكيد لعيادة المريض اهمية لكن بضوابط وبأسس نمشي على هذه الضوابط. اليوم احنا نروح نزور المريض ولا سمح الله ان اصابنا مرض، ننتظر ان يزورونا اقربائنا واحبتنا واصدقائنا. ختاما احبتي الكرام لنحافظ على هذه العادات والاخلاق التي حث عليها الاسلام وارادها الرسول الاكرم واهل البيت في رواياتهم وما جاء ايضا من نصوص قرانيه، لنحافظ على اخلاقنا ولنثبت حقا ان الدين معامله. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم ان شاء الله في حلقه